FM, émission impossible, مع برهان. 8:14 دقيقة هذه ميسيون امبوسيبل على FM احلى راديو حلقة الثلاثاء 10 جانفي 2023. نعتذروا على رداءة الصوت على اليوتيوب على غالب مشكلة تقنية, الذبذبات تتحل اليوتيوب تصير فيه مشكلة, اليوتيوب يصير فيه يتحل الذبذبات تصير فيه, ما لاباس بقدرة ربي, هذه عين 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 وطنية صادقة وتطير بقدرة ربي. يلا شي ما تعطينا لنفوتر فيك سيدي, تسمعوا فينا على ايميسيون امبوسيبل على FM احلى راديو, ان شاء الله الصوت رجع واضح على اليوتيوب, تسمعوا فينا على الذبذبات اينما كنتم, ان شاء الله نهاركم مبروك. رغم على الستريمينغ راهو فما برشا ناس, سامحني نقص عليك, راهو تسمع فينا على www. رجع امريكا, رجع امريكا لاباس توا هكا وليله وليت في ديجيتال, التدخل معناها التقني السريع طبعا السريع المريع سليم حمزه, تبارك الله ساعه ساعه واحده, تبارك الله عليه, تبارك الله عليه, عمل وجد ويقظه ثوريه على كل الخبر الموالي, الخبر الموالي, الخبر الموالي, ساعة كاملة هو فيق بها ساعة غير برش سريع. أما لا والله حاول يبحث على سبب القاس ياخو أجر, ياخو أجر, ياخو أجر. الأجواء والمواد الغذائية والدنيا كالعادة, البارح العباد ولا تسأل على المقرونة, مش نطرحوا سؤال, التحق المقرونة بالسكر والزيت, وإلا إن شاء الله يا ربي تكون إشاعات أو تكون يعني فاصل من الفواصل, لان يعني المقرونه ما تعرفوا, شوفوا العباد في السيرفاس, سورتو في السيرفاس بدات المقرونه تنقص, وبارشة مساحات تجاريه نقصد فيها المقرونه, شنو هي الحكايه, وين ماشيه مساله التزود بالمقرونه تحديدا. خلينا مباشره ناخذ معايا على الهاتف سي علي الفوراتي رئيس الغرفه الجهويه لموزعي المواد الغذائيه بالجمله, هو المفترض عنده الحسم في القضيه هذه, اللي ندرى نقص تزود السوق بالمقرونه والا لا, والا مرحله عاديه عابره, وان شاء الله تكون عابره. سي علي صباح الخير. صباح الخير, نهارك طيب ومشكور على الدعوه على طريق الهاتف سي برهان. يعيشك سي علي. سي علي, برشا تقارير اعلاميه البارح تناولت قصه بدايه نقص في تزود الاسواق بالمقرونه, صحيح الكلام هذايا, لاحظتوه ما لاحظتوهش, شنو هي وضعيه السوق مع المقرونه؟ والله بالنسبه للمواد الاساسيه والمواد المدعمه والمواد الغذائيه بصفه عامه, ثم نقص في عديد معناتها عديد الانواع, كما لي بيسكوي ولي كيك, كما قلت انت الحليب اللي خارج عن نطاقنا ما نوزعوهش, وكما الزيت المدعم, حتى زيت بيريود القهوه زاده ظهر لي, ما القهوه عندنا 5-6 أسابيع ما جابوناش القهوه اللومبالي, خاطر قاعدين معناتها بريفيليج للقهاوي, خاطر ثم نقص التزود, نقص الكميات, نقص فما ديسفونكسيونمون على مستوى التوزيع, خاطر كي يقعد برودوي ما يجيش مده بعد تصير عليه لهفه على مستوى ديوان التجاره في رادس, ومن بعد تصير فيه لهفه في التوزيع, معناتها برشا بربي. سي علي, سي علي سامحني, اش معناها تقول لي لهفه على مستوى من اللي يهبط في رادس ديوان التجاره, اش فما معناها يتهز من غادي؟ لا لا, هما الاولويه للمصانع نتاع القهوه اللي يعملوا القهوه للمقاهي, فهمتني؟ أيوة. ومن بعد هيك يتعداوا اللومبلاج هذاك نتاع 250 غرام نتاع الانواع الاخرى اللي يقع توزيعها على التجار جمله ودورين على التجار التوصيل. المقرونه, المقرونه 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 أيوة. على تو بريسك عاملين فيها مشاكل, خاطر شنو باش معموله هي بالقمح الصلب والقمح اللي, وعندنا مشاكل في التزود وفي التوريد, فهمتني؟ يا اخي سامحني بربي سي علي نقص على كلام, احنا يا اخي نوردوا المقرونه؟ ما نوردوش, نوردوا القمح احنا. معناها الماده الاساسيه اللي هي القمح هي اللي نوردوها لفئات مصانع المقرونه اللي في تونس تصنع في المقرونه. اوكي. واللي ثم يعملوا به الفارينة, ثم يعملوا به السميد, ثم يعملوا به الكسكسي, ثم يعملوا به المقرونه. اثنين تو كي تلقى ان ارتيكل جودي نابورت كوا, مثلا اليوم لقيت باجيتي سنين, غدا ما تلقاش في السنين, اليوم تلقى في السنين, غدا ما تلقاش لسان عصفور, معناتها النوعيات ينقصوا. ايوه. احنا كتجار الجمله كنا نزودوا كميات كبيرة من الكوسي والعجين الغذائي, لكن ما رأنا إلا ما صنع الكوسي والمقرونة, ولو حتى الرتور متاع السرعة ساعة يجي رتور باكو مفلوق ولا رتور بور إن ريزون إكس, ولو ما عادش يحبوا يرجعوا رتور, ولو كانوا قبل ثم امتيازات كي تمشي تجيب السلعة وحدك عندك رميز دو ترانسبور ما عادش يعملوها, وطرحناها على وزارة التجارة برئاسة الوزيرة السابقة والمديرين العامين وخذوا موقف, لكن هما تعنتوا الحقيقة وكانوا متمادين في المسألة هذاك, نحكيوا على جرون سيرفاس مش موجود, سينما مش موجود على خاطر كميات ناقصة, وفما البروسيدور دو بايمون, خاطر احنا مثلا تجار الجملة نخلصوا كاش كونتون,
باركونت اخرين يخلصوا شهرين وثلاثة، معناتها معناتها عبارة زي عاملينها كومكوم ماخذين السلعة ويخلصوا فيها في الونتير، والكميات نتاع القمح مش موجودة كما الكمية. يعني يعني سي علي يعني الحكاية مرتبطة بكميات القمح المستوردة. حكيت البارح قلت راه المشكل الأساسي ما عنده حتى علاقة بهذيك الدولة ولا تعنت وإلا معناتها تعملت بروفوكاسيون للدولة ولا لا باديتو، هذا مشكل واحد اللي هو انه العملة الصعبة ما عادش موجودة في البنك، ما عادش عندنا فلوس عملة صعبة باش نستوردوا القمح البارح سمعت بالكميات المطلوبة. هذه هي نسمع في ست اوتوريزاسيون، ست شركات تسدد ماركت نتاع السيارات باش يجيبوهم لتونس من غير ما انت تصنع مكوناتهم في تونس، معناتها كونتر بارتي قبل 2010 كنا كي تجيب ماركة اكس نتاع سيارة كانت قبل تصنع 40% من مكوناتها في تونس، دونك ثم كونتر بارتي. تو تجيب ماركت وماركت معناتها اسيويه ولا اوروبيه جديده ما عندك ما تعمل بيها. واضح هذه قصة أخرى، لكن المقرونة نعاود نلخص، تأكد لي سي علي أنه فما نقص المدة العملة الصعبة هذيك تتحط يعني عندنا نقص اليوم في المقرونة أيضا، خلطة المقرونة على مستوى النقص في المواد نتيجة العجز على مستوى المالي في الإيفاء بالتزاماتنا في علاقة بالقمح اللي نوردوه. التداول في الكواليس نتاع المصانع المقرونة أنه فما معناتها فلوس متخلدة بذمة الدولة، نفس الشيء كما في الحليب. الله أعلم، أنا عارف الحيثيات هذو ما وصلهم يلزم الغرف الوطنية لصناعة العجين الغذائي. معك نجيب تزيري سي علي، بربي بشي تسير صباح الخير سي علي. نهار طيب سي نجيب، عايش سي علي. ريت باش نحوصلوا باش العباد تفهم، فما زوز تصورات. فما تصور يقول لك اللي قاعدين نستوردوا في المواد الأساسية من برا كيما متسنسين السنوات الفارطة، وفما تصور يقول لك لا راهو نقصنا التوريد، فهمني ولا على نستوردوا فيه السنوات الفارطة لأن كي نستوردوا في نفس الكمية. فما شكون يقول لك محتكرين ومنهم نايا هما اللي يحطوا في العصا في العجلة ويشيحوا في السوق بالعاني، سواء عملية سياسية أو مضاربة. معناتها سيدي علي نحب نفهم، نحن مثال نجيبه في تراتا قمح نقصنا ولا ما نقصناش؟ ها السؤال، سواء في الزيت ولا في القمح ولا في عاج، نقصنا التوريد السنة؟ شو المعلوماتي انه السكر معناتها قاعد مثلا السكر المدعم والصناعي غير مدعم قاعد الدولة تجي فيه من ما جابت من الهند جابت من الجزائر بنفس الكمية ولا نقصت يا سدالي؟ نقصت خاطر ثم تحورات اقليمية زادة، فهمتني؟ صارت برشا مشاكل خاطر كنا نوردوا معناتها من برشا بلايص، كيما القمح كانت من اوكرانيا كانت من برشا بلايص. لو فما محتكرين ولا شو ما انت محتكر؟ اعطيني تفسير محتكر عندك يا نجيب. فما يمشي للسوق يهز برشا مقارونه وبرشا كس يحطهم في دبو عشوائي. يا نجيب 10 15 باكو 30 باكو حكايه فارغه، يجيو 10 سايك في الاحتكار يجي عند الناس اللي ما عندهمش باتين ديت، ما همش مصنفين عند الدولة، ما عندهمش رجيستر ناسيونال موجود في الإعلان. الناس تحت الحيط هذوما محتكرين، يشريوا من السوق، يشري حتى من العطار، معناتها آخر حلقة في البيع يشري سلعة يسيحها، هذاك هو المحتكر. وفما زاد سيدي علي ظهر لي المقاربة البسيطة اللي نجم تفهم، نجموا نحتكروا مواد غير موجودة؟ لا هذا ماهوش موجود، قال لك قصة التوريد نتاعها ليش باش تحتكر؟ قبل في زيت المدعم قال لك المقرونة لا غالب زيت المدعم ماهوش موجود. لا كان قبل نجيبوا 165,000 طرناطة في العام، توا نجيبوا في 45,000. صباح الخير مراد زغيدي معاك. مرحبا مراد. للتوضيح فقط باش الناس اللي تبع فينا تفهم الحلقة الكل، راهي الدولة الدعم في سوق في سوم المقرونة، يعني الفاعلين الكبار المنجين الكبار لو كان خليهم هما يشريوا القمح على السوق العالمي تو المقرونة ترجع تتوفر، ولكن بأثمان أخرى اللي هي الأثمان الحقيقية. هذا هو الاشكال الهيكلي بالضبط، نفس الاشكال في القهوه هكا ولا سي علي؟ القهوه اليوم على السوق العالمي تعرف في انهيار في الاثمان، لكن بيسكو الدوله هي اللي تشري والدوله عندها مشكل نتاع السيوله، فانه القهوه مقطوعه. لو كان جاوا المنجين الكبار نتاع القهوه يشريوا مباشره على السوق العالميه
راهو القهوه مش مقطوعه وممكن الاسوام تطلع شوي. سامحني لخصت باش الناس تفهم شوي. اي عندك الف حق، لكن الاشكال راه مش تجيب الدوله ولا تجيب الخواص ولا تجيب انا ولا انت، الاشكاليه العمله الصعبه مش موجوده. بالضبط، هذا هو هذا هو. اي هي ما بعض الشركات الكبيره المنتجه اليوم للمقرونه عندها العمله الصعبه باش تشتري على السوق العالميه. عندها في الكاسه اذا ما تاخذ عن طريق البنك المركزي مش مسيبه سكاكه على سلام ماني جبت زوز بابورات على خاطر ماهيش مسيبه. كان جات الدنيا مسيبه هي عندها فلوس، انا عندي باش نجم نمشي على السوق العالمي نشري ب 30 مليار قمح لين، لكن البنك المركزي سكر عليه. لا هذيك عمله صعبه، انا شركه توسيع ونشري ما في السوق العالمي فماش عمله صعبه. علاش قلت لك احنا المنظومه انت توسي. عندك بالدينار التونسي كيفاش تخرج هالخاطر دينار ماهوش قاعد نحكي جوستومون هذا، نحط صبعي على الداء لانه احنا ماناش في اقتصاد محلول. في البلدان الاخرى الاشكال هذا مثلا راي نحب جوست سامحني سي علي، راي في البلدان اليوم في الاقتصاد العالمي راي كلمة عملة صعبة ما عادش مستعملة. السعودية تشري بالريال ماهيش مستعملة بيسير سي كونفرتيبل. دونك احنا اليوم بالحق يلزمنا نحلو. تو تزير تشري بالدينار الجزيري يا ولدي، ما بالدولار واللورو عنده دي كونتون دولار هو شريك. خلص وسالي ترى ايوا سالي المقرونه اللي هي تتباع في تونس الكيلو ب 700 ولا 800 مليم الكيلو. الشركات هذه كتبع عندها دي مارشي اسواق افريقيه تبيع في المقرونه تبيعها بدينار و500 معناتها تدفع تعويض. خلينا نكمل لك اللي خلت كمل، تدفع التعويض للدوله ومن بعد تقوم بالتصدير داكوردو. دونك هنا ما فماش خساره، لكن على مستوى الوطني ثم دعم من الدولة واضح. الدعم هذاك يتفاهموا فيه المصانع مع الدولة ومع ديوان الحبوب ومع الهياكل المسؤولة على موضوع الدعم. بالنسبة توريت لومبالاج الباكو نتاع المقرونة الباكو نتاع هذا قاعد نوردوا فيه من برا بالعملة الصعبة، خاطر احنا في تونس حتى حد ما خمم باش يحل معمل نتاع اومبالاج اللي هو نتاع مقرونة يجيبوا فيه من الخليج. دونك المكونات نتاع باكو المقرونة ذاك نتاع المقرونة الكل الكل من برا في الاخ. احنا علاش ما نفوتوش هالاحداث هذوما ونتلهاو خلينا من العارك نتاع جماعه اتحاد الفلاحين والفلاحه والشمال الغربي كله قمح وكله شعير بالضبط وكله لفت سكري بالضبط. فهمت ليه بالناس هذوما والناس تخدم على ارواحها بالضبط، خاطر تمشي غدوه البنك باش تخرج حتى شريكه بالضبط كيما شريكتي ولا نتاع زملاء تخرج في الروس 5 ملايين يقول لك لا جيب جارونتي ما يمشي بالك. انا جارونتي انا مستثمر جديد بديت البارح يعطيك الصحة سيدي علي، يعطيك الصحة نحب نحييك يعطيك الصحة على التسلسل هذايا. كي ذكرتني وانا طرحت عليك السؤال بكل سذاجة بين قوسين قلت لك المقرونة يا اخي ما نصنع على رواحنا في بالي، قلت لي لا نوردوا لان نوردوا الاصل اللي هو القمح. علاش وصلنا علاش وصلنا علاش يا اخي الارض هذه ما تنجمش في وقت من الاوقات تغطي الحاجيات نتاعها في القمح. اي تفضل. هو احنا في السيارات اليابانيه في ولايه القروان غير ما نسميو المارك وفي بنعروس عندنا 5 مصانع نتاع تركيب الطائرات البوينغ وحنا باش نركبوا كهرباء اخرين وحنا باش نعملوا عندنا ايربوس في تونس ايربوس موجوده في تونس. الايربوس احنا الكوك القداميه اللي ما يصنعوهاش الفرنسيين في تولوز احنا نركبوا فيها في ولايه بنعروس لهنا. اي نعم اي الى متى يعيشك سيدي علي يعيشك. واضح كنت معانا للتوضيحات بخصوص وضعية المقرونة. اي بربي في كلمتين شنو الافق حسب تقديرك انت كولد سوق؟ ننتظروا زادة ان الامور واحد ولا حلينا الازمة حسب رايك؟ هذه القصبة قد سنين كلها اليوم جمع زي القمار كخرى يبدل وكا ويزم ستين استوى التونسي بالضبط. معناتها اليوم اخذي المقرونة الخضرة غدوة يبدل المقرونة تو معناتها نحوصوا في اخر مداخلة بفعل ولا ما فماش سوارد في البلاد الحوصلة الصور هذيك ما تهمش هزوها ناس الصور ما تهمش في البلاد هكا قليل تجيب تحب تتاكد انت ماذا بيك تقول له المحتكرين اي يحبك تعمل الخطبه نتاع المحتكرين ولا حاجه نعرف الاتجاه نتاع سي نجيب بالضبط سي نجيب راهو من 2010 2018 برشا فلوس تصرفت في حاجات تافهه لا هاو عطاك هاو عطاك اخدم على هذه خير الفلوس اللي نهبوها طيل 10 سنين يعطيك الصحه سي علي الفوراتي رئيس الغرفه الجهويه لموزعي المواد الغذائيه. بالجمله كان معنا زياد بعدها توا علاش الدباء ما يطرحش في العمق هذايا بجد قصة الاكتفاء الذاتي ولا سيادة لشعب يأكل من وراء البحار. احنا رسميا نأكل من وراء البحار. شوف نحن باش تشوف السطحية نتاع النخب نتاعنا والمشتغلين في الوحدة
جاء في وقت من الاوقات مصطفى مرزوق طرح فكره انا امنت بها فهمتني على الاخر ونعتبرها استراتيجيه. تاريخيا تونس القوه نتاعها كانت دائما جايه من البحر اساسا ومناش ومن الفلاحه نتاعها مطموره روما. الكارتاج وقت اللي طاحت بعد الحرب البونيه في الثانيه ونحولها صقليه ونحولها كورسيكا ونحولها اسباني ونحولها في كذا ورهنوها بالغرامات باش عاودت نهضت فهمتني بالفلاحه. اذا نحن اليوم نحتاج الى عقل فهمتني استراتيجي اللي يقلب المنوال نتاع التنميه مش بالشركات نتاع ندرا شنو البدعه ذي اللي جابها قيس سعيد وانما بتوجه. شوف اوكرانيا اليوم البلاد الصغيره ظهرنا اكتشفنا اليوم انها تتحكم في عالم كامل باش ناكلوا من عندها في القمح بالقمح قمح. تونس عندنا مليون هكتار خصبه فني في البلاد هذه عند الدوله ايش عملت بهم هاني هامله هملين. دونك نحن اليوم يعني أرض موضوعيا علميا ارضنا تنجم تحقق اكتفاء ذاتي في القمح مش اكتفاء ذاتي وتصدر عندنا بيان سور المانع شنو تعرف انت المانع شنو زيادة كلمة قبل ما نعطي الاخبار مساحة الارض الصالحة للزراعة عندك اكثر من مصر اكثر من مصر اش حاصل مالا اش فما اللي حاصل علينا استورد في القمح اللي حاصل ان ما عندنا فهمتني حتى عقل استراتيجي اليوم اللي يحط قضية التنمية كلام مش معناه اهملنا الارض ما قاعدين نتعاركوا على الكراسي مش على مصلحة البلاد. الاخبار ونرجعوا كلها EFM Express. مرحبا إصابة 4 عوان من الحرس الديواني بجو على EFM احلى غاديو 38 دقيقة هذه ميسيون امبوسيبل على EFM احلى راديو حلقة 13 جانفي 2023. مازلنا في الاخبار مازلنا على كل التعليق بتاع التوانسة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي غيرها على اهم احداث اللي عرفتها البلاد البارح. القناة الوطنية في الاخبار تقرير جلب الانتباه يتحدث على المضار الصحية للحليب نصف الدسم اللي بالصدفة هو الحليب المفقود اليوم في السوق. الوطنية تحدثت على المضار هذية في اكستري هنا قاعدين نحضروا فيه باش نسمعوه. تحدثوا انه راهو مش باهي للصحة انه راهو ينجم يقلق العباد وراه هكا بالضبط. تقول حليب نصف دسم مادة لبنية يؤكد الأطباء والمتخصصون أنها ليست نافعة البتة للكبار بل أنها مسببة للأمراض عدة. مراد عادي جدا الوطنية تتحدث بالمنطق هذايا وأنا في تقديري زيادة ما جابتش حاجة راهو علمية غالطة للكبار مش باهي نصف دسم يا زياد أو أنها تندرج في إطار أيها أصبروا شوية هذه مواد مفقودها ونعوضوها بالفتوى العلمية. يا سي برهان أنا نفاجئك أما أنا البارح أعجبت بالفقرة هذه تربية وابش قولك عليش تربية حتى لو كان القناة الوطنية ولو أنا ديما نقولها راو شريط الأنباء صعيب باش تتسلل رائحة البروباغندا صعيب نقول صعيب نقولش مستحيل لكن صعيب ولكن اللي تقال البارح يلزم يحل نقاش ومشكلة نقص الحليب في تونس بغض النظر على شكون متسبب فيه لازم يحل نقاش حول المسألة الغذائية هذية والحلين نقاش هذية يصلح ياسر مثال شتو يتغشوا جماعة لوبي الحليب لكن راهو عديد الدراسات العلمية منذ 30-40 سنة اتأكد مضار طبعا. الحليب غير حليب الأم حليب البقرة احنا ناخذ دو لي دو فاش فما حليب اخر لو لي دو شيفر مثلا حليب المعزة باهي حليب الناقة باهي لكن هذه طبعا مواد صعيب باش تتوفر لكن حليب البقرة راهو هذا اختراع ماركتينغ تعمل في امريكا في الاربعينات وفي الخمسينات على مستوى عالمي لانه تعرف امريكا عندها برشا معناها على مستوى الابقار عندها جيد. تبارك الله معناها ملايين رؤوس الابقار فلازمها تبيع هذا عبر لا. العالم بالصدفة التقرير من أصعب ما فما كلمة وقتهم بعد عادي من أصعب الحاجات اللي تهضمها المعدة واللي هضمها المصرانة راهو الحليب نحكي على الحليب مراد برودوي الوحيد اللي هو الياغورت دونك عامل الحق يجيب بالصدفة هو مفقود باش نعطيك حاجة أخرى لو كان نمشيو في المقاربة الصحية العجين مش باهي رد بالك نفس المضار لا سامحني السكر زاد فيه السكر ما نحكيوش عليه هذاك الجمله يلزمنا نقطعوه الملح يلزمنا نقطعوه الفارينه الور لا
مضار وسموم اصلا. يا مراد كان باش تحلها للتقارير العلميه نفس العجين. العجين الطبيب كيقول لك ما تقابلك الحليب صحيح في العمر معين ولو ماهيش اولويه. العجين يا مراد العجين ماهيش اولويه اخطر من الحليب. يعني في تقديرك انت البارح قناه الوطنيه نصائح صحيه لا علاقه لها بالبروباغندا. والله انا بالنسبه لي هكا. أوكي. انا بالنسبه لي تفتح نقاش صحي على فكره واختم. بالصدفه بالصدفه ما الحليب نص الدسم. العجين راهو ما بين 50 العجين تنجم تاكل ما بين 50 و80 غرام في النهار يعني نص صحن مقرونه ما يقلقش. النقاش في الاوف راهو جمهورات. الشيخ يميم جاوبك بورين على الموضوع الفول واللحمه. الشيخ قال لي كمل فقره ومشاكلهم. دي حاجات عايزه التفانيل. ما تيجي نحلها رباني ونموت كل القعاني وبكده ما حدش حيقوى وننهي هذا الموضوع. والله تو معناتها الحليب مفقود وفرضيه ريت لهنا العقل السياسي. فرضيه هو مضر. جاي كان اليوم تحكي على كان اليوم تحكي لي على الضرر بتاعه. تحكي هو بالضربه والله ما انا حكيت عليه هو عنده عامل ثاني. وغدا باش نقولوا العجين يعمل السمنه ويعمل الكرش ويعمل الضغط والدم والسكر. والمقرونه راهي تعمل كذا وتعمل الانتخابات الخايبه. انا في تقديري مش بتاع بروباغندا. معناتها اللي برمج الفكره يقول لك فهمني واللي هو مقتوم مقتوم يحب يعمل الاضافه البلوس هكاك. اي بوركو با نجي حلو النقاش. يقول القايل تو البلاد بغض النظر على المقاربه بتاع انت تقول احتكار ناس اخرين يقول لك راهي بلاد فالسه وكذا. بغض النظر خلينا المقاربات ورهنا نتعاملوا مع واقع. واقع اليوم قادمين على مرحله صعبه. يعني ما فماش خطاب. شنو المشكله؟ الشعب يتحمل اخويا. ما فماش حليب. ما فماش مقرونه. فما نقص يزي من وقت الوفره. ماكرون قال الفرنسيس انساو عهد الوفره. الوضوح والشفافيه برهان خير من التحيه. اذا الوضوح والشفافيه اذا كانت تحب تواجه الاستعمار وتواجه القوى والسياده الوطنيه تطلب السياده الوطنيه والقرون. يعني ما نمشيوش في الكلام. انا نمشي معك برهان. الشعارات الكبيره تطلب تضحيات كبيره. ايواش والوضوح به في السياسه لانه الفقره ذيك تحيل اللي صارت في التلفزه الوطنيه. شوف تحيل مش في وقتها خلاص. حتى لو كانوا الطب كله يقولوا ما يصدقها حتى واحد. تو واضح. خلينا نسمع ريجي. مانيش بعيده برشا على نجيب. هي خطوه اتصاليه الحقيقه غالطه فيها نوع من استبلاه المواطن. يعني تو تفكرنا انه الحليب خايب وحتى كان الحليب خايب نص دسم بالذات اللي هو مقطوع ماهيش صدفه بيان سور. للاسف الوطنيه حتى كي عملوا هكا خطوات اتصاليه جت غالطه. تشوفها انت مش في وقتها زين. أنا نعتبر الساعة من حيث المبدأ زملائنا وفي نشرة الأخبار بالذات في قسم الأخبار في التلفزة الوطنية بالذات هم من أكثر الصحفيين وأكثرهم تمسك بالاستقلالية بتاعهم والنأي بها عن كل التأثيرات. وذلك على شكلها وعلى رؤوسهم من كل الذين تعاقبوا على الحكم من 2012 لليوم. يبقى التوقيت بتاع إثارة الموضوع نتفق معكم في أنه فني غير مناسب. لكن ما يمنعش أنا واحد فهمتي من الناس أول مرة نسمعها. هاني عمري توصي سنة أول مرة نسمعها. مازال تشرب الحليب زيادة؟ لا لا راه مش باهي. مش باهي. أما كمعلومة أما كمعلومة أول مرة فهمتي معناها نسمعها. وبالعكس أنا نقول لك علاش لا فهمتي لي ما لا أنه نسمع آراء فهمتي الخبراء لأنه فما برشا غافلين بالضبط كيف أنا فهمتي على الموضوع هذا. ويهمهم أنهم يسمعوا رأي أكيد الخبير خاصه لما هما جابوا ظهر لي جابوا البارح خاصه لما هي مساله متعلقه بالصحه نتاعهم. وهذا يراو في جانب فهمني اخر يولي يقلل حتى التهافت على قد تعرف كل حاجه تبدا في مفقوده تولي مرغوبه معناها مرغوبه. يا زياد وبرهان امشيوا على اليوتيوب وحطوا معناها اكتبوا ولا عملوا ريشيرش مدار الحليب لي ميفي دو لي تو تقراو مراد متفقين في لي برودوي لي تي. يا ودي تو انا وليت ندافع على مش وقته على شيء مش وقته. ليه ما يهمش؟ انا راه لازم نحلوا نقاش حول مساله غذائيه مهمه. راهو يقول لك في لي برودوي هي مفقوده وفرها وبعد نقشوا فيها في لي برودوي لي تي. وفرها وبعد نقشوا فيها توقيت يحبس المخ على التفكير. لي برودوي لي تي فما حاجه واحده باهيه للدن هي الياغورت. التوقيت الكل ما عرفش قل انا راني عشت الحكايه هذه وقت يعني ربيت بناتي نقريت حاجات مفزعه على الحليب. مثلا القوه نتاع الماركتينغ حكيت الكالسيوم والحليب كذبه كبيره. اسمع مراد مفزع. تحب توكل اللحوم الحفراء الحمراء مفزعة زادة. كانت تسمع اش تعمل لك في القلب واش تسد لك عروق واش باش تعمل. سامحني نسيت الحكاية اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء باهية نسحبها الحكاية.
والدجاج قالك معاه والدجاج زاد ولا الدجاج المصنع ودرا شنيا اش فيه الواحد والدخان اللي حكينا عليه ما تعيشش ما تعيش برا خضره بيو مش الخضره زاد اللي فيها بالمواد الكيميائيه واللي مريقله في كذا معناها كان باش نحلوها اي سورتو هو يقول لك نجيب لهنا واريش معناها حطيت روحك في الدايره بتاع انه بالصدفه كان قلت هالي عامل تالي وقت اللي الحليب تبارك الله يتبازع في الاسواق كان قالوها عامل تالي ديجا رانا مانيش نحكيو عليها توا ريت عادت انابي قالوها لتبرير خاصه رد بالك راهو وانت تعرف التلفزه الوطنيه والاشهار وكذا ولا تبرر ان مدار صحيه بتاع حليب انا نبصم انه كان جاي في الوضع العادي مستحيل يتمس الحليب من بعيد او قريب في وسيله اعلام وانت تعرف علاش يا مراد وانت تعرف العباد تتخاف على خطر الاشهار زاد في الحكايه هذه من جهه تعطي اشهار الماده ومن جهه تعمل عليها تقارير تقول على المدار الصحيه يحرص خاطر مش موجوده تو الامور مسيبه على جميع المستويات الامور مسيبه على جميع المستويات يلا واحنا ذكرنا الاشهار ها والاشهار من 7 ل 10 متاع الصباح ايميسيون امبوسيبل برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو 48 دقيقة هذه ايميسيون امبوسيبل على اي اف ام احلى راديو حلقة 13 جانفي 2023 ان شاء الله صوتنا يوصل على اليوتيوب بكل صوت الذهبي صوت الوردي باشراف الاخ سليم فاق سليم مو سافا الامور ستريمينغ امورنا واضحة على اليوتيوب كذا ايمان ده اللي توا شاد صار ايمان رجع رجع سليم يلا فري فود لنفو مع ريج الحمروني صباح الخير من جديد يتحكي في الايامات الفارطة الكل وكنا حكينا نحن زيادة على شركات او مغادرة شركات دولية كبرى لتونس ونحكيه اليوم انه بسبب قانون المالية 2023 نحن اليوم شنحكيه بصفة عامة وبصفة خاصة على شركة مينيرالي المختصة في تصدير الرمل اللي تقرر غلق ابوابها وتغادر تونس وكانت هبطت بلاغ في 27 ديسمبر 2022 اعلنت فيه اغلاق المؤسسة معنا بالتليفون السيد قيس سليم مدير عام مساعد لشركة مينيرالي باش ناخذوا من عنده أكثر تفاصيل ألو صباح خير سي قيس صباح النور مرحبا بك لو كان توضح لنا الوضعية بالضبط وهل السبب المباشر لمغادرة شركة مينيرالي لتونس وقاعدين نشوف في البلاغ على اف ام تي في هو قانون المالية 23 ديسمبر قانون المالية يهبط ويقول اللي ثم ضريبة 100 دينار على الطن بكل الأرمال بجميع أنواعها المصدرة من تونس احنا أسعار الطن المحولة المكررة الموجهة لصناعة البلور 60 دينار 60 دينار سعر البيع تعطي عليه ضريبة 100 دينار لقينا أرواحنا خارج السوق العالمية يعني الرمل اللي جاي من ريبوبليك تشيك 70 دينار الرمل المصرية ب 80 دينار الرمل الاسكتلندية ب 100 دينار والرمل التونسية يصبح سعرها مع الضريبة هذه 160 دينار وقع إقصاءنا تماما فاضطرينا لوقف النشاط يوم 27 ديسمبر بربي 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 أستاذ السي قيس الشركة شنية طاقتها التشغيلية تشغل في قديش من خدام 300 عامل ما بين الديريكت والانديريكت يعني 300 عامل الان محالين على البطاله 300 عامل عاملين عنا احنا برك فما اربع مصانع احنا زوج مصانع مصنع في الوثلاثيه ومصنع في سوسه ولكن النشاط هذايا فيه اربع مصانع الاربع مصانع هذيا وقفت ما يقارب 1500 عامل سي قيس سامحني توا احنا سمعنا بعض المتدخلين في الموضوع هذايا وفي في علاقه بالقطاع هذايا بتاع الرمل انتم متصدروا فيه ما هكا ولا احنا نحولوا فيه تحولوا فيه نصنعوه ونصدروه نصدروا لصناعه البلور جاوا قالوا راهو معناها التكلفه كمان تكلفه رخيصه في تونس بالنظر لنوعيه الرمل التونسي المفترض ما يتباعش ب 50 ولا ب 60 وانت كنت تستشهد يعني ببعض البلدان الاخرى الرمل يتباع ب 100 يتباع بكذا يعني كنتوا تنجموا تتعاملوا مع زيادة في السعر لكن دون أن تكون قصة ضريبة توصل لمية دينار ولا كنتم راضين في أي زيادة حتى مليم زيادة لا
احنا اليوم موجودين وسمعت بعض الناس اللي دخلت على بعض الراديوات بالضبط منهم في زوادي اللي يقول اللي هو الرمل بتاعنا صافي بالضبط يقول اللي الرمل بتاعنا فيه 99% من السيليس اللول الساعة نقوله راهو غلط يا سيد راهو غلط راك ما تعرفش فيه وماذا بيه عرفت تسأل الخبراء اللي احنا عنا 40 عام واحنا شركة تونسية إيطالية في جروب في 25 شركة مختصين في الرمال 99% هذه ما جاتش هكا ما جاتش من الكاريير هكا ما جاتش من المحجر هكا بعد ما وقعت تصفيه وتصنيع الرمل وصلنا 99% مع هذايا في الرمل هذايا فما ما نسميوه المواد الملوثة لي كونتامينون لي كونتامينون منهم الحديد الحديد هو من اللي كونتامينون الكبار في صناعة الرمل الموجهة للبلور احنا باش نصدروا الرمل نتاعنا لازمنا نوصلوا نسبة حديد نتاع 0.05% يعني اكل 1% اللي يحكي عليه هو 0.1% هذاك هو اللي يصنف الرمل عالميا هذاك اللي يخليه يسمى رمل صافي او رمل دوبون كاليتي يعني عنده جودة عالية وإلا لا هذا غلط والسيد هذا عرفت انه مش نوصله نشكيه به ما عناش ما نعمله يعني قصة هذا فيما اللي قالوا لسعد الدوادي في معناها فيما وراء ما قالوا لسعد الدوادي في قصة ما بين معناها ما كانش يساعدكم الترفيع حتى بنسبة معينة أبار الضريبة بتاع 100 دينار هذه احنا اليوم ما نش منجمين نصدروا إلا على خاطر جودتنا اللي هي جودة معين مقابل السعر متاعنا مقابل 60 دينار اللي نصدروا بها أكثر من ذلك يعني التصدير يولي فيه مشاكل نوحلو ما عادش نجمو ما عادش يقع أقصانا من السوق فقط معناها السيدة اللي يشري من عندك اللي هما دي ملتي ناسيونال موجودين في إيطاليا وفي أوروبا علاش باش يشري من عندي الرمل هذايا وقت اللي يلقى رمل خير عنده جوده ما خير يعني هي صافي واسعار ارخص معناها انا الرمل الخير منا سي علي انا الرمل الخير منا سي قيس في العالم انا الرمل الخير من الرمل بتاع تونس الرمل المصري المر المصري باش نعطيكم نسبه 0.02% من الحديد فيه يعني بربي 0.02 ويتباع قداش سي قيس؟ نتاع الدواتي اللي قاعد يتكلم على 99% يعني كل 1% هذاك هي اللي تبدل كل شيء اللي هي هذيك هي اللي تصفي الرمل هي كل شيء وقدا يتباع سي قيس الرمل المصري في السوق؟ 80 دينار تو معناتها وزارة المالية كي زادت ل 100 دينار سي قيس باش نحلوا معناتها بناء على الكلمات بناء على شنية بناء على الكلمات بتاع لسعد الدوادي هكا وزاره ولا وزاره الماليه ما تعرفش ولا ما سالتش وزاره البيئه وخبراء هكاك فجاه تنزد 100 دينار كامله الصناعه الوحيده لتحويل الرمال اليوم في تونس هي الصناعه هذه وما وقعش التحاور معنا ما وقعش كلمونا ما وقعش ثبتوا عنا نقول احنا ثبتوا هو كل ما هو دوانيير الموجودة في الديوانة ثبتوا شوفوا أسعار الرمل يعني إذا تقول لكم اللي هي السعر معدل السعر 60 دينار ما فماش تحاور ما سمعنا حتى إنسان واليوم طالبين التحاور مع جميع الجهات والحد الآن ما عناش إجابة سي قيس هاو تو نحن شقالوا لنا سي قيس زاد مو زاد أسئلنا نحن في العظومة كارير من الرمل ديريكت ما انت يعملوا له شوي خدمه وكارير ديريكت على ذاك فيه 99% ما انتك الصفر ولا الواحد بالمية هذاك اللي كنت تحكي عليه انت اراه بعد ما يخدموه في مصر يولي 0.00 كذا نحن بريوت من غير ما يتخدم مال كارير ديريكت على ذاك الرمله التونسيه متطوره على الرمله بتاع بقيه العالم ما انت انتوما ديريكت مال كارير مال كارير تنظفوا شويه وتهزوا ديريكت للبر بالله يسامحني استثمار متاع 30 مليار في مصنع باش نخرجوه من كارير ديريكت من كارير ديريكت تحط 30 مليار في مصنع باش نجم تخرجوا من كارير ديريكت مين جات هذه الرملة اللي يخرج من كارير ديريكت واللي يتباع على السوق التونسية اليوم سعره ب 3500 كي يخرج من الكارير من 3500 كي طلعته وانت لك الجودة متاع 60 دينار حتى شيء شكون الانسان اللي تخيل هذايا اللي احنا نجبدوا فرمل من كارير ديريكت مش معقول حاجه غريبه اساسا واضح سي قيس معك مراد زغيدي وزياد الهاني في الاخر نخدم سي قيس صباح الخير
انا درست ملف لانه كان في كنت حبيت نستضيفهم مش نحكي معاهم. الحاجه اللي تجلب انتباه مش الزياده نتاع 100 دينار على التورناتا، انه تزيد دينار ولا دينارين في التورناتا تنجم تكون حاجه معقوله. هو الارقام اللي انا عندي من الديوانه انه المعدل في الاعوام الاخيره هو 59 دينار. نتصور سي سليم سي قيس انه كان بعته مثلا غدوة تمشيوا على السوق ب 63 ولا 64 دينار تقعد حاجة معقولة، ولا 66 دينار تقعد حاجة معقولة. هوني معناها الضربة ضربة قوية. جست خديت كمام هذه أرقام رسمية من عند ديوانة. الشيفر دافير تقريبا في عام متاع الشركة هذه شركة مينيرالي معناها حول المحيط متاع البزنس هذيك 14 مليار. معناها هذه فلوس الدور في تونس وتخدم في العبيد وفي الشركات وفي ترانسبور وفي الـ وفي الـ وفي لي فورنيسور وفي الكماين وكل. اضافه الحاجه جلبت انتباهي هذاك علاش اليوم القضيه هذه تطرح اشكال، هذه من الشركات القليله اللي وين تخدم قروان زغوان قروان سيتان ديزير هما بركه في المنطقه هذيك منطقه الوسلاتيه سي ساعه وباش يستثمروا في تطاوين. معناها هذه من الشركات القليلة جدا اللي ماهيش على تونس وسوسة وصفاقس، وتجي هذه بدون حوار، حتى حوار مسبق هذا اللي يبقى حوار مراد. نحب نسأل سي قيس على الأقل بعد ما هبطوا الكوميونيكي هذاك بتاع إعلان أنكم باش تسكروا وتمشيوا، حصلتش اتصالات على الأقل أيها هيجي نحكيه؟ اتصلنا برئاسة الجمهورية، اتصلنا بالوزارة الأولى، اتصلنا بوزارة المالية، اتصلنا بوزارة الصناعة طالبين مقابلات، اتصلنا بوالي القروان، اتصلنا بوالي سوسة، اتصلنا بوالي زغوان. حصلتش المقابلات؟ ما كان والي القروان قابلناه وما نجمش نقابلوا أي صفة أخرى، أي لا وزارة الصناعة لا رئاسة الحكومة لا رئاسة الجمهورية لا حتى حد لا قابلكم. ما قابلنا حتى إنسان، حتى بعد ما أعلنتوا منكم باش تسكروا وتحطوا المفتاح تحت البياسان شيء؟ ما شيء. سي قيس اخي فما كان الشركة ذي تسافر الماضي في تونس، فما شركة أخرى فما شركة أخرى منافسة مش منافسة فما دول شركات أخرين شبيه ما سكروش كلهم سكروا شركة لا ما هبطوش بينات باش نسكروا لا هبطوا بينات لا ما هبطوش بينات كان هذي هبطت بينات لا هبطوا ثلاثة شركات عندي البينات هبطوا نجيب يبدو ثلاثة هم انتم ثلاثة ولا زوز كلمتك الأخرى سي قيس معك كلمتك الأخرى وريجن بعد سي قيس هل هو القرار نهائي أم انتم في انتظار حوار أو رد باش تعدلوا على القرار هذا؟ احنا اليوم في انتظار أي قرار أي حاجة من السلطات. اليوم احنا عنا عقود مع شركات عالمية، كل ما يبطل القرار هذا كل ما قاعدين نخسروا في العقود هذه كل ما نولين نسكروا نهائيا، يعني احنا اليوم في خطر محدق. شكرا لك سي قيس سليم مدير عام مساعد لمجمع بالله. سي قيس اذا كتصبح قبل ما تغلق زياد الهاني معك فقط تذكير قداش احنا في نسبة الحديد عندنا في السيليس في الاربال بتاعنا؟ احنا الحديد كي يخرج من الكاريير في 0.12% بعد تحويله باش نجمو نصدروه لازم يكون 0.05% او 0.03%. الف شكر. واضح. يلا سي قيس شكرا المدير عام مساعد المجمع مينيرالي كان معنا. من الاسف باش نحكيو على قرار المجمع انه يغلق ابوابه في تونس. تعليقك اي تعليق فما مبدا في الاقتصاد يقول لك الاستقرار القانوني والتعاقدي، يعني انت مثلا تو نفس الضريبه مش قلت قانون الماليه كل عام وضريبه كل عام هو ضريبه به لانه الدوله حشتها معنى الشركه هذه مثال تنجم تقص نسبه من الاحد من الارباح يا سيدي اعمل ضريبه هذه ابارتين من 2024 باش تبدا خلي الشركات هذوما تو زعما الدوله كاك 100 دينار كامله على الترناطه هذاك عليه انا اريج ماذا بيا نسمع مسؤول من الدوله وزاره الصناعه ولا غيره باش يعطينا موقف في الحكايه هذه ما يصيرش نسمع وجهات النظر الكل. هو نعطيك حاجه بسيطه ياسر باش تشوف اللي في الناس هذوما معناها شكونهم الناس هل ياخذوا في القرارات فندي في البلاد نتاعنا فني من وزيره الجبايه هذه وزيره الماليه دونك باش تدخل الماليه فني مش ان نشغل ننمو نسق مع وزاره الاقتصاد ان نزيدوا في الجبايه ونزيدوا في القروض هذيك المنطق الساهل في البسيط. انا باش نعطيك مثال بسيط ياسر مش عملوا ضريبه على الثروه وثم ناس اللي فرحانين بها برشا وكذا ما تعملتش تعملت يا اخي في القانون هذا الجديد على الملاك العقاريه العقاريه تسالت سؤال قداش انتم تتوقعوا
انك باش تدخل منها. منها اش كان الجواب؟ لا احنا ما عندناش دي ارقام توا، اما هنا طرحنا الموضوع باش نشوفه. معناها تجي ترمي فهمتني قنبله كيما هكايا فهمتني فزاعه باش تخلي حتى اصحاب رؤوس الاموال اللي عنده حاجه يولي خاف، يولي فهمتني يهرب، يولي يبعد على الاستثمار فهمتني وكذا، ومن بعد شنو؟ ها تو نعرفوا بعد نشوفوا. ما هواش ناس تبني على دراسات. انا نتصور القرار اللي خذاوه هذا هو قرار نتاع ما يدور في الفيسبوك. ممكن نحاولوا نسمع وجهه النظر الاخرى. القرار نتاع ما يدور في الفيسبوك، باش صدروا في ربل وعندنا ربل عظيم في العالم وكذا، ايش تعملوا؟ زيدهم 100 دينار. يلا شيماء ميتيو انيس الاخبار ونرجعوا لبقيه فقرات ميسيون امبوسيبل.